اهلا بكم. ضيفنا النهارده تركيبه سياسيه خاصه، عاش تجربه نائب في البرلمان وقيادي بارز في المعارضه الحزبيه، وزير مع 5 حكومات، صاحب هذه التجارب يتحدث بجرأة في الملفات الساخنه مع حوار خاص. منير فخري عبد النور من مواليد محافظة القاهرة في 25 أغسطس عام 1945، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم إحصاء عام 1967، حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1970. أسس شركة هيرو وشركة فيتراك المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية، شغل منصب نائب رئيس بنك مصر إكسبريس في الفترة من 1974 إلى 1979، هو المؤسس والمدير العام للشركة المالية المصرية في الفترة من عام 1979 إلى عام 1984، عين وزيرا للسياحة في حكومة أحمد شفيق، وبقى في منصبه في حكومة عصام شرف ثم حكومة جمال الجنزوري، واستمر في منصبه في الفترة من 23 فبراير عام 2011 حتى 1 أغسطس عام 2012. اختير وزيرا للتجارة والصناعة في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وحكومة الدكتور حازم الببلاوي ثم المهندس ابراهيم محلب خلال الفترة من 16 من يوليو عام 2013 حتى سبتمبر عام 2015، خبير برلماني والسكرتير العام لحزب الوفد الجديد وعضو مجلس إدارة البورصة، وكان عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الدول النامية، كان نائبا في مجلس الشعب في برلمان عام 2000 عن دائرة الويلي، حفيد فخري بيك عبد النور الذي كان أحد أخطاب الوفد البارزين وأحد المشاركين في ثورة 1919. سيادة الوزير، في الحقيقة مش عارف أرحب بحضرتك وزير للسياحة ولا وزير للصناعة والتجارة ولا وزير للصناعة والتجارة والاستثمار ولا وزير للصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة. الحقيقة أرحب بيا كرجل مهتم بالشأن العام بغض النظر عن كل هذه الأرقام. إذن طالما حضرتك اخترت هذا الاتجاه نبدأ من بيت حضرتك، بيت الأمة، ما خلف أبواب الوفد؟ هي شيء مؤسف ومؤلم، يعني ما احبش اخوض فيه، انما هقول لك باختصار شديد جدا انه قيادات الوفد خلال السنوات الخمس الماضيه افتقدت الرؤيه، افتقدت الثقه في النفس، افتقدت القدره على قراءه حركه التاريخ. الحقيقه انا اعتقد ان الوفد كان المفروض يلعب دور عظيم خلال السنوات الخمس الماضيه، والشعب يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، والدولة الديمقراطية الحديثة هو بالضبط رسالة الوفد، رسالة الدولة الدستورية، دولة يسود فيها القانون، دولة يسود فيها العدالة الاجتماعية. وكان الواحد يتوقع انه الوفد يلعب الدور الرئيسي في سياق الأحداث التاريخية والسياسية التي حدثت، وللأسف لم تتمكن القيادة الوفدية من حسن إدارة الموقف. بالإضافة طبعا القيادة الوفدية حضرتك الحالية اللي هو رئيس الحزب الدكتور سيد البدوي والمجموعة. شوف استاذ جمال، شوف استاذ جمال، ما بتكلمش عن أشخاص. نعم، أنا بتكلم عن مجموعة، بتكلم عن قيادات، بتكلم عن توجه وسياسات. طب يعني السؤال هنا برضو حضرتك، طيب مين الأقرب؟ بتتكلم عن حزب تاريخي، حزب لعب دور وطني كبير جدا في مصر، محتاجين ننقذه، كيف نعيد الروح لحزب الوفد؟ الحقيقة محتاجة مجهود كبير جدا وضخم جدا وصعب جدا. طب نبدأ منين؟ نبدأ منين؟ نبدأ بتغيير جذري يجب أن يتم في رسالة الوفد وفي خطاب الوفد وفي إدارة الوفد.
تغيير جذري، انتخابات جديده؟ ما اعرفش، لازم تاخد يعني الرد على هذا السؤال ما يجيش كده، لازم تاخد في الاعتبار انه هذا حزب قديم وله مؤسسات وله نظام اساسي او لائحه يجب ان تحترم، ان كنا بندعو الى احترام القانون وسيادته، ويجب انه اي اصلاح يتم من خلال هذه اللائحه ومن خلال المؤسسات الحزب. طب حضرتك ابن حزب الوفد، وحضرتك حفيد لرجل واحد من قيادات ثورة 19، لو قلت لحضرتك وعندك خبرة سياسية وشخصية عامة، من الأقدر على رئاسة حزب الوفد الآن؟ ما تكلمنيش عن أشخاص، يعني مش مهم. ما هو الشخص، لا مش الشخص هو رئيس الحزب يا فندم. مش هذكر أسماء، مش هذكر أسماء، لأنه ما أعتقدش أنه يجب أن نشخصن المشكلة، مش شخصنة، إنما هناك مبادئ. يعني أنا أعتقد كقاعدة عامة يجب الفصل بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي، يجب الفصل ما بين السياسة والمال. وأنا أعتقد أنه قيادة ورئاسة الأحزاب مش لازم تكون لرجال أعمال، لأنه في تضارب مصالح واضحة. خليني أقول لك أنه عندما تقلد مصطفى النحاس رئاسة الوفد سنة 27 بعد وفاة سعد زغلول، نعم، مصطفى النحاس كان محامي، نعم، فرضت عليه الهيئة الوفدية أو الوفد المصري أنه يقفل مكتبه، لأنه رئيس الوفد وهو زعيم الأمة لا يعمل عمل خاص يتربح منه. فما بالك في قيادة حزبية يخوض في محترق عالم الأعمال. طب ما نتكلم بشكل أوضح يا فندم ونقول الله، ما هو حضرتك الكلام اللي حضرتك ده بتقوله بينطبق على رئيس حزب الوفد الحالي الدكتور سيد البدوي، رجل أعمال، وده مش سر يا فندم، ده راجل يمتلك لمجموعة قنوات فضائية، أيضا لمجموعة من الشركات المهمة، وأيضا رئيس الحزب. أستاذ جمال، لا أشخصن المسائل، أضع مبادئ، اللي بقوله بينطبق على سيد البدوي وبينطبق على رؤساء احزاب اخرين، نعم، في احزاب اخرى. الفصل بين العمل الاقتصادي والعمل السياسي اعتقد ان يجب ان يكون شرط لخوض المحترك الحزبي والسياسي. الجمع بين رئاسه الاحزاب والبيزنس او المال تجربه فاشله جدا. الحقيقه اكثر من رئاسه الاحزاب. رئاسه الاحزاب، عضويه مجلس النواب، دخول الوزارة، يجب أن نفصل، لأن هناك تضارب مصالح، نعم، وتضارب مصالح واضحة، والذي يعمل في السياسة وفي نفس الوقت له نشاط في السوق بيفقد مصداقيته، لأنه عندما يبدي رأيا فهو بالقطع متأثر بمصلحته، وهذا يفقد كثيرا من مصداقيته. انا بقول هذا الكلام لانه من منطلق تجربه شخصيه. تجربه حضرتك بتؤكد على ان الجمع بين المال والسياسه والسلطه، مش المال، مش المال، ما تمنحش شخص غني انه يشتغل في السياسه، نعم، الجمع ما بين السلطات، افندم، بين السلطات، لا، جمع ما بين العمل الاقتصادي والعمل في السوق والعمل السياسي، الحقيقه تجربة فاشلة. تجربة فشلت، مش بس في مصر، فشلت في العالم كله. وأدي لك أمثلة على في دول أوروبية على سبيل، نعم، المثال برلوسكوني في إيطاليا، نعم، في فرنسا هناك أمثلة كثيرة. نعم. يجب أن نفصل بين السياسة والعمل في السوق. رأي حضرتك فيما حدث الأيام الماضية وقيام النائب مجلس النواب فؤاد بدراوي والوفدي القديم باقتحام وهو ومجموعه اخرين؟ انا ما اعتقدش انه اقتحم، يعني معلش عشان بس نصور نضع الامور في نصابها السليم. اولا مبدئيا اعتقد انه غلط وليس هذا هو السبيل. لما ما اعتقدش انه اقتحم، هو دخل وفي ايده شومه، هو دخل عادي في الحزب وهو ابن هذا الحزب، اردنا ام ابينا، نعم، و دعا إلى إسقاط رئيس الحزب. نعم. طبعا أنا شايف أولا أنه غلطان من حيث الشكل، وغلطان من حيث الأسلوب، وغلطان من حيث
انما من ناحيه اخرى ان اقول ان اقتحم وجاي وبتاع وما اعرفش ايه، لا ما حصلش. بس في النتيجه واحد، يعني هو في الاخر بيطالب باسقاط رئيس الحزب. ايوه هو بيطالب باسقاط رئيس الحزب. وحضرتك ضد اسقاط رئيس الحزب الان؟ انا ما قلتش ان انا ضد اسقاط رئيس الحزب، انا قلت انه هذا الحزب محتاج الى تغيير جذري. طب جذري من خلال الانتخابات ولا من خلال ما اعرفش، من خلال اسمه ايه ده، تصويت في داخل الهيئه العليا، في داخل الجمعيه العموميه للحزب، في داخل ما اعرفش، في اسلوب. عايز اقول لك حاجه، انا بعيد عن الحزب تماما. نعم. منذ ان دخلت الوزاره الثانيه، يعني بعد 30 يونيو 2013. بعيد عن الحزب، لكن حضرتك في قلب بيت لا الأمة. في قلب الحزب. مانيش انا مانيش في قلب الحزب. نعم. انا الحزب في قلبي، هناك فرق. لا لا نعم. ماشي. لا هناك فرق كبير، وبالتالي انا مش عارف بيحصل ايه هناك، ومش عاوز اعرف، لانه زي ما بقول لك العمليه مؤلمه، مؤلمه انه نجد هذا الصرح العظيم اللي انا شخصيا كنت بعول عليه كثيرا، وكنت اعتقد انه سيلعب دورا كبيرا لوضع مصر على الطريق السليم لبناء الدوله التي ننشدها، الدولة الديمقراطية العادلة الحديثة التي يسود فيها العدل. نعم. وفشل وخزلني وبس، وبالتالي أفضل أبعد وأفضل أتابع عن بعد. يعني لو دون أي تدخل. لو اتخذت مشورة حضرتك في إنقاذ حزب الوفد الآن، أول خطوة تعملها يا فندم؟ مش هقدر أدي المشورة، لأن زي ما بقول كما بقول لك انا بعيد عن هذا الحزب، مش عارف بيحصل ايه. انا شايف عن بعد ان هذا الحزب فشل، لانه للاسف فقد كل اصوله، وبتكلم هنا عن امواله والاصول الماليه، يعني الاموال. ثانيا فقد الحقيقه شعبيته في الشارع، وفقد هذه الشعبيه بسبب تردده، بسبب فشله في خطاب جاذب للرأي العام، فقد شعبيته لأنه ما كانش بيثق في نفسه، وحاول أن يسير في ركاب قوى سياسية أخرى وفقا للظروف المختلفة. قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ قبل الثورة وبعد الثورة وأثناء الثورة وكل حاجة، يعني في كل المراحل. في كل المراحل. بما فيهم الإخوان. طبعا ما في شك ان الدكتور سيد البدوي حاول يتوافق مع الاخوان وحاول يتفاهم معهم، ما في شك يعني بعد الثوره وفي الانتخابات. هقول لك حاجه يعني، ما انا بين لما رفضت اكمل في الوزاره مع الاخوان الى الحكم، ذلك حكومه هشام عبيد 2 اغسطس 2012. طبعا رجعت للحزب، كنت بتابع الحزب، واذكر ومش فاكر التاريخ انه كان في قرار من الاحزاب المنضمه الى جبهه الانقاذ بما فيها حزب الوفد، خاصه بعد الاعلان الدستوري في نوفمبر 2012 بعدم مد اليد، يد العون، يد المساعده الى الرئيس السابق محمد مرسي. نعم. وكان في قرار اتخذ بعدم تلبيه دعواته لمقابله رؤساء الاحزاب. والدكتور سيد البدوي يوميها راح من وراء كل القيادات، قيادات الجبهه وقيادات حزب الوفد، وراح قابل محمد مرسي في الاتحاديه. وكان يظن أن هذه المقابلة ستكون مقابلة سرية، بينما أذيعت في حينه في الإذاعة وفي التلفزيون وغير ذلك. وتفاصيل اللقاء مش فاكر تفاصيل اللقاء، يعني المهم ما تبقى في الذاكرة اللي تفتكره حضرتك. لا ما كنتش موجود، يعني بغض النظر عن تفاصيل اللقاء، الفكرة هو في عدم احترام القرار الذي اتخذته الجبهة، جبهة الإنقاذ، واتخذته قيادات الحزب، حزب الوفد. ويوميها انا شخصيا واجهته، قلت ما يعني ما واجهته، وبالمناسبه كنت في الحزب وكان فؤاد بدراوي موجود يوميا، وهو يذكر هذه الحادثه او هذا الحدث تماما، وكان يوميها اعترف بانه اخطا. على كل يعني تجاوزنا كل هذه الاحداث، وتجاوزنا هذه المرحله، واعتقد انه
مصر في حاجة إلى نهضة حزبية، ويجب أن يتقدم الصفوف الشباب. لما بيتكلم الدكتور سيد البدو في الجزئية بتاع التحالف الإخواني يقول لك لا احنا ما كناش عندنا تحالف إخواني، لا احنا كان عندنا تحالف سياسي وكانت الظروف. حقيقة شوف اللغة العربية لغة غنية جدا، وتستطيع أن تجد من خلال هذه اللغة الثرية الألفاظ اللي يعني تقدر تخرجك من المأزق أيا كان الوضع. أنا أعتقد أنه حزب الوفد كان يجب أن يقود بدل أن ينقاد، وفشل في القيادة، فشل في القيادة لأنه قلة ثقة، فشل في القيادة لأنه قلة رؤية، فشل في القيادة لأنه ما كانش عنده الخطاب السياسي وبالتالي الثقافة السياسية التي تتيح له هذه القيادة، وبالتالي وصلنا لهذا الفشل. والسؤال الملح إذن كنت بتقوله، طب إذن ما الذي تبقى من حزب الوفد يا فندم؟ الذكرى. في أمل؟ الذكرى. الدكتور السيد البدوي قال في حوار نشره موقع التحرير بتاريخ 29/8/2015، قال إن الأستاذ منير فخر عبد النور جالي قبل الثورة وقال لي صفوة الشريف زعلان منك. الكلام ده مختلق، وانا اعرف صفوة الشريف من ايه؟ انا عمري في حياتي ما سلمت على صفوة الشريف، هو حي انه يرزق يسألوه. الواقع غير صحيحة بالبر. ان انا قلت له صفوة الشريف زعلان منه؟ سلم منه على ايه؟ قال لك علشان انتخابات 2010، وقال ازاي دكتور سيد البدوي ما يجيش ينسق معايا ويقعد ونتفق على نسبة الحزب في الانتخابات، وراح رد عليك الدكتور سيد البدوي وقال لك يا استاذ منير انت عايزني اخش عملية انتحار سياسي للحزب؟ هذا كلام مختلق ومفيش داعي افتح هذا الموضوع المؤلم. سيادة الوزير، عام 2001 نشر الدكتور عبد العظيم رمضان مقال في صحيفة الوفد بيقول انه لما كانت حكومة مصطفى النحاس الوفدي موجودة سنة 1950 تم توقيع اتفاق بين الجانب المصري والجانب السعودي على حماية او احتلال جزيرة تيران وصنافير. بعد الفاصل هسمع رد حضرتك على هذا المقال وموقفك من التعامل مع ملف قضيتي او قضية جزيرتي تيران وصنافير. رجعنا بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنت بسأل حضرتك عن جزيرتي تيران وصنافير. الحقيقه احب اقول لك كده من الاخر، انا اعتقد انا لم اقتنع بملكيه السعوديه لهاتين الجزيرتين، واعتقد انه في ورقه ناقصه كي اقتنع. وخليني ارجع لورا واقول لك وانا قارئ جيد للتاريخ. نعم. واقول لك تسلسل ملكيه تيران وصنافير. اتفضل يا فندم. اولا منذ عهد محمد علي وحتى نهايه حكم الخديوي توفيق كانت مصر التابعة للإمبراطورية العثمانية، تشمل بالإضافة إلى سيناء أجزاء من الحجاز شرق خليج العقبة. نعم. وبالتالي تيران وصنافير كان جزء لا يتجزأ من مصر. نعم. سنة 1892 عند تولي الخديوي عباس حلمي خديوية مصر خلفا لوالده توفيق، أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرمانا يحدد ولاية الخديوي عباس حلمي 1892. وفي هذا الفرمان استبعد سيناء بالكامل. نعم. فثارت بريطانيا التي كانت تحتل مصر منذ سنة 1882 وضغطت على الاستانة ونجحت. على فكرة الفرمان كان في يناير، في يناير 92، ونجحت من أن تغير موقف الاستانة أو الإمبراطورية من الفرمان، وأعادت سيناء إلى مصر دون جزء من الأراضي الحجازية التي كانت تبع الخديوي.
سنة 1906 نعم حصل حدث مهم جدا، مش عارف ازاي الصحافة ما اتكلمتش عنه في سياق الحديث عن تيران والسرافير، هو الذي عرف في التاريخ بحادث طابة، حيث الإمبراطورية العثمانية أرسلت جيشا لاحتلال طابة في على خليج العقبة، بس الضفة الغربية من خليج العقبة، وبريطانيا التي كانت تحتل مصر مع الجيش المصري كادت أن تحتك بالجيش التركي الذي احتل طبعا، وحصلت مفاوضات، وانتهت هذه المفاوضات بترسيم الحدود المصرية. نعم. سنة 1906. نعم. وتم ترسيم الحدود المصرية نتيجة للضغوط البريطانية على الاستانة التي كانت ترفض هذا الترسيم، وبريطانيا كانت هي اللي بتقود المفاوضات، وهي التي كانت مقدرة أهمية السيطرة على خليج العقبة بالإضافة إلى خليج السويس وقناة السويس لأهميتهما، وبالتالي وتم ترسيم الحدود اللي هي الحدود المعروفة اللي هو الخط المستقيم شرقا بما فيها سيناء كلها، وهنا بنتكلم عن الحدود البرية فقط. نعم. إنما لأن بريطانيا هي اللي كانت بتقود هذه المفاوضات، الخرائط البريطانية الصادرة في هذه السنة بالتحديد 1906 وما تلاها مهمة جدا وتعتبر مرجع. نعم. وفي كل هذه الخرائط، وعلى فكرة عندي خرائط تحت إيدي في هذا الصدد. نعم. كل هذه الخرائط المؤرخة 1906 بعد اتفاقية ترسيم الحدود بتضع تيران وسنافير في الحدود المصرية، تمام؟ نعم. بعد كده بين 1906 وخلال العشرينات والثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، أعتقد أنه كلنا أرينا المكتبات المختلفة ما بين الوزارات المصرية المختلفة، سواء كان وزارة الحربية أو وزارة الخارجية أو وزارة المالية، التي تؤكد كلها أن تيران وسنافير مصرية. سنة 51 حادث مهم جدا أيضا، وهو وكانت الوزارة وزارة وفدية، وزارة مصطفى النحاس، وكان وزير الحربية آنذاك هو مصطفى نصرت، الذي أعطى أمر للجيش المصري الرابط في رأس نصراني من ناحية وفي جزيرة إيران من ناحية أخرى أنه يوقف باخرة إنجليزية اسمها إمبيريال راش من الدخول في خليج العقبة، لأنها كانت الباخرة قاصدة ميناء إيلات، وبالفعل عادت الباخرة من حيث أتت. أرجع أقول كانت باخرة إنجليزية. نعم. وكانت الجيوش الإنجليزية رابضة في قناة السويس آنذاك. نعم. وأنا أدعو يعني أرجوك. نعم. إنك ترجع إلى الصحف، سواء كان الصحف المصرية أو الصحف البريطانية، في يوليو 51 في حول هذا الحدث. خلاص؟ نعم. بعد كده أنا بالنسبة لي عندي ما قاله المرحوم جمال عبد الناصر في يوم 22 مايو 67، وبعدين عندي كل الشهادات التي صدرت عن زميلتي هدى عبد الناصر. نعم. التي تربطني بها علاقة زمالة وعلاقة صداقة. نعم. وشهادة الرجل المحترم سامي شرف، هو لأنه محترم رغم الخلاف السياسي بيننا، إنما واضح من الشهادتين اللي هو شهادة هدى عبد الناصر وشهادة سامي شرف إنه هما على يقين إنه هاتين الجزيرتين سعوديتين، قال لهم لا احتراط، إنما عاوز يشوف الورقة. أنا وفقا لتسلسل الذي تسلسل الأحداث حتى سنة 51 الجزيرتين مصريتين، عاوز أقول لك إنه حتى 67 وفقا لقول جماعة بن ناصر الجزيرتين مصريتين.
هل في حاجه حصلت غير معروفه بين هذا التاريخ؟ ما هو؟ بس في حاجه ناقصه. من تيران وصنافير المشهد الحالي الموجود في الشارع السياسي، واسال حضرتك بعد مرور اكثر من 100 يوم على مجلس النواب كيف تقيم ادائه؟ الحقيقه انا مانيش متشائم من مجلس النواب، واعتقد ان مجلس النواب هيكتسب النواب هيكتسبوا الخبره اللازمه لاداء جيد. واعتقد انه حتى النقد الذي وجه الى رئيس المجلس وهو نقد في محله، لانه اداره مجلس النواب اداره صعبه جدا، ويجب ان يعني ان اللي بيدير هذا المجلس يكون عنده خبره. وللاسف احنا بنقارن اداء الدكتور عادل عبد العال باداء الدكتور فتحي سرور اللي ادار هذا المجلس لمده 20 سنه. فيعني من المقارنه لا تجوز. واعتقد الدكتور علي هيكتسب هذه الخبره مع الايام، كما سيكتسب النواب الخبره اللازمه للاداء الجيد باذن الله، لانه الحقيقه نعول على هذا المجلس كثيرا. والحاجه الى جهد تشريعي كبير جدا، يعني هناك عدد كبير جدا من التشريعات تنتظر المناقشة والإصدار، عدد كبير جدا من التشريعات تنتظر المراجعة والتعديل، وعاوز أقول عدد من التشريعات تحتاج إلى المراجعة والإلغاء. طيب حضرتك ليك رأي بخصوص مصر، وصفته بأنه هش وضعيف. أيوة فهمت. لسه حضرتك شايفه هش بكل وضعيف؟ بكل تأكيد هش وضعيف، وسيظل هشا وضعيفا، لأنه ائتلاف لم يقم على أساس. الائتلاف يقوم على مبدأ سنتفق على اتخاذ هذا الموقف، على اتخاذ هذا الإجراء، على رسم هذه السياسة، على الاعتراض على هذه السياسة الأخرى. نعم. مجموعة من الأفاضل اجتمعوا كي تتوافق مصالحهم الآنية عند الانتخابات. بعد كده أنا ما أعتقدش أن هذا الائتلاف سيستمر كثيرا، اللهم إلا هيكون هدفه تبادل المصالح. أنا عايز أعرف إزاي تقرأ لنا المشهد الاقتصادي وهو الأهم والأخطر في الشارع؟ لا، المشهد الاقتصادي صعب جدا، صعب جدا، وعندنا مشاكل كثيرة جدا. وأعتقد أن أكبر هذه المشاكل هو العجز الكبير في موازنة الدولة، والمشكلة بتتعقد بأسلوب سد هذا العجز. العجز في الموازنة يفوق 11% من الناتج المحلي. نعم. بغض النظر عن الرقم المطلق، العجز بيفوق 11% من الناتج المحلي، وهذه نسبة كبيرة جدا، وقد تكون من أكبر نسب العجز في الأربعين أو الخمسين أكبر اقتصاد في العالم. نعم. والمشكلة في طريقة سد هذا العجز، لأنه بيتم سد هذا العجز أساسا من خلال ما يعرف بالسحب على المكشوف. والسحب على المكشوف هو سحب أموال على المكشوف من البنك المركزي، بالعربي يعني بنسميها طبع فلوس، ما هيش طبع فلوس، ما هوش طبع بنكنوت بمعنى الكلمة، إنما هو خلق قوة شرائية لا يقابلها إنتاج، فيترتب على ذلك مباشرة ارتفاع الأسعار، ارتفاع كبير جدا، ويترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي انخفاض سعر صرفها مقابل العملات الأخرى. نعم. فبتخش في حلقة مفرغة من التضخم ومن زيادة الأسعار. نعم. أنا أعتقد أنه هذه هي المشكلة الأم والأكبر التي نواجهها. طب بالإضافة إلى ذلك بقى في مشاكل أخرى، خصوصا في ميزان التعاملات الخارجية. نعم. نتيجة لانخفاض الصادرات، وانخفاض الصادرات كان بسبب في تقديري. طب المشكلة الكبرى دي حضرتك سيادة الوزير، طب هتستمر كده مشكلة وتتفاقم، ولا في حلول ليها؟ طبعا في حلول ليها. زي الحل والحل
هو العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة. وتخفيض العجز في الموازنة العامة يتطلب تضحيات أردنا أم أبينا. السؤال من الذي يتحمل هذه التضحية ده موضوع آخر. ده موضوع مين حضرتك اللي بيتحمل التضحيات؟ أنا وإنت وكل واحد حسب قدرته على هذا التحمل. إنما التخفيض عجز الموازنة العامة يتطلب تخفيض الإنفاق العام. طب البديل عن عدم التضحية؟ ما فيش، هتستمر في عجز في الموازنة العامة، هتستمر في اللجوء إلى الطبع أو السحب على المكشوف لسد هذا العجز، هيترتب عليه الاستمرار في ارتفاع الأسعار، هيترتب عليه الاستمرار في تخفيض قيمة العملة، وبالتالي في انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، فهتخش في تستمر في حركة مفرغة لانهائية وجهنمية. شوف أستاذ جمال، أنا مقدر أنه هذا الكلام ما يقدرش يعجب. نعم. إنما هذا الكلام للأسف حتما ضروري. هو إيه الحقيقة؟ إيه الحقيقة؟ يعني ما نضحكش على بعض، ومش لازم نضحك على بعض. طيب يعني خليني اقول لحضرتك، لما السيد رئيس الجمهوريه بيتكلم في هذا الموضوع بيقولها يا جماعه صدقوه المشكله عويصه للغايه وتحتاج الى جهود جباره، وتحتاج ايضا الى قرارات رشيده للاسف ما بنتخذهاش باستمرار. نعم. انما محتاجه الى تضحيات، ولازم نواجه الواقع. قبل الثوره وبعد الثوره وفي كل الوقت، وده في 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 داخل الملف الاقتصادي، في كل المراحل في شكاوى من الاستثمار، وشكاوى مستمره من قبل المستثمرين. احنا مش عارفين المشكله فين حقيقه. لا المشكله هنعرف الاجابه من حضرتك بعد الفاصل. الوزير، في الحقيقة أنا عندي مجموعة من الأسئلة براهن على سعة صدر حضرتك وعلى جرأتك المعتادة والمعهودة، وخلينا نبدأ من سؤال عملت مع خمس رؤساء حكومات: أحمد شفيق، عصام شرف، كمال الجنزوري مع حفظ الألقاب طبعا، حازم الببلاوي، إبراهيم محلب. مين فيهم بأمانة تنطبق عليه الرجل المناسب في المكان المناسب؟ شوف، مش ما بهربش من السؤال، انما هقول لك ما فيش، يعني في متغير يجب ان يضاف الى سؤالك في الظروف السائده. نعم. لانه الظرف في مارس 2011 وهو ظرف تقلد عصام شرف رئاسة الوزراء يختلف تماما عن ظرف تقلد ابراهيم محلب. فيعني بس في واحد صعب جدا. حضرتك رجل عندك خبره سياسيه وادوات سياسيه تعرف توزن بيها، انه زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الحوار انه محتاجين رئيس حكومه يشغل الناس، مين اللي تقدر عليه او تقدر تقول عليه؟ ما قلتش رئيس حكومه يشغل الناس، انا قلت رئيس حكومه يفصل بين السلطات المتضاربه او المصالح المتضاربه. طب مين من الخمسه اللي اشتغلت معاهم حضرتك شايف انه لا رئيس حكومه قوي ومناسب لرئاسه الحكومه فعلا؟ شوف الحقيقه هقول لك حاجه، يعني الدكتور جنزوري راجل ذو خبره و يعني بالنسبه له رئاسه الوزراء كانت يعني تمرين محفوظ. سويدة ببلاوي رجل اقتصادي ممتاز، واحب اقول انه ادار المجموعه الاقتصاديه بقدر كبير من التناغم خلال الاشهر العشره اللي راس فيها الوزراء. ابراهيم محلب رجل قوي جريء جدا، لا يمكن ان يرى مشكله دون ان يبادر باقتحامها، لا يمكن انه يسمع عن قضيه في مكان ما الا ان يكون في بؤره القضيه. فيعني كل واحد وله صفاته في الظروف التي عمل فيها.
حضرتك توليت منصب الوزير بعد 25 يناير كانت في مراحل الدولة داخلة على المجهول، مفيش معالم واضحة. لو قلت لحضرتك أي فترة كنت بتقول دي أيام سودة، فأي فترة فيهم؟ لا، الحقيقة عمري ما قلت إنها أيام سودة. كنت في جميع المراحل كنت مقدر صعوبة الموقف، إنما كنت دائما مؤمل. بالعكس، كانت امالي بعد 25 يناير كبيره جدا، واحبطت في 30 يونيو 2011 2012 مع انتخاب محمد مرسي، عشان نعم اكون دقيق. عشان نعم انا اتخضيت لما قلت 30 يونيو. لا لا انا مفكر لا ما تتخضش. وبعدين امالي بعد 30 يونيو كانت لا حدود لها، لا حدود لها، وحماسي. وتعرف ان كنت امين عام لجبهة الانقاذ، وكان العمل التضافر والتنسيق بيننا وبين بعض، بين جميع اطراف القوى السياسيه المختلفه في مصر، كان حاجه رائعه. وكنت تحس فعلا بالوحده الوطنيه بمعناها الحقيقي، الوحده بين اليساري واليميني. وبين للأسف هذا الائتلاف فقدناه للأسف. اقتراحاتك في آخر اجتماع لمجلس الوزراء كانت سبب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب. لا، مش ما كانتش استقالة، ولا عشان أرجع لورا، الكلام ده مظبوط، إنما خليني أكون دقيق. اللي حصل إنه بعد ما اتهم وزير الزراعة ب ارتكاب جريمة رشوة، الإعلام المصري والصحافة المصرية فتحت نيرانها على عدد كبير جدا من الوزراء، وبالتحديد 11 وزير اتهموهم بأنهم كلهم فاسدين وبالاسم. والحقيقة الوزراء اشتكوا، ومن حقهم انهم يشتكوا. وكنا سافرنا، كنت شرفت بالسفر مع السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى تونس على ما أعتقد يوم 8 سبتمبر، وإحنا في يدوبك وصلنا تونس لأن التليفونات بتيجي من وزراء مختلفين بيشتكوا، جريدة فلانية بتتهمني، جريدة فلانية بتشتمني. يعني الحقيقة كان وضع لا يطاق. دخلنا اجتمعنا في مجلس الوزراء يوم الخميس، رجعنا يوم الأربعاء من تونس، واجتمعنا في مجلس الوزراء يوم الخميس، ويدوبك الجلسة افتتحت وبدأ الوزراء يشتكون من الاتهامات التي توجه لهم دون أي أساس ودون سند من وسائل الإعلام المختلفة. فبعض الوزراء الحقيقة كلام يعني ما كانش، اللي قال لك لازم نرفع قضية، واللي قال لك لازم نشتكي لنائب عام، يعني ما كانش كلام الحقيقة ينفع في مجلس وزراء. فرفعت ايدي قلت والله يبدو انه الوزارة فقدت ثقة الاعلام، لما الحقيقة الذي يمنح الثقة للوزارة هو البرلمان. كانش في برلمان، لو كان عندنا برلمان كنت انا طلبت من السيد رئيس الوزراء انه ينتقل البرلمان ويطرح الثقة بالوزارة امام البرلمان. أما وإن ما عندناش وزارة، أما وإن السيد رئيس الجمهورية هو الذي يطلع بالسلطة التشريعية ويقوم مقام البرلمان، فأنا حاطلب من السيد رئيس الوزراء إنه ينتقل، يروح لسيد رئيس الجمهورية ويطرح الثقة بالوزارة، فإن منعه الثقة فيعني أسكت وسائل الإعلام، وإن سحب الثقة منه فعلينا أن نستقيل. و والحقيقه يعني الكلام اللي كنت بقوله كلام اولا قانوني ودستوري وعاقل، بدل ما نتكلم عن. طب ايه راي زملائك الوزراء وقتها على طاوله الاجتماع؟ الحقيقه وقتها كلهم استحسنوا هذا الكلام، يعني وبالتالي السيد رئيس الوزراء الذي اقتنع ايضا بكلامي اتصل برئاسه الجمهوريه وطلب معاد، والمعاد تم تحديده يوم السبت صباحا. بس راح السبت صباحا، طبعا السيد رئيس الجمهوريه كان على علم بمدار من مناقشات، وكان عارف كل شيء وصل للاتحادية قبل ما تروح. طبيعي طبيعي.
طب رد، عايز حضرتك بكل امانه وبكل صراحه، وده للتاريخ، الوزراء كان ردهم ايه؟ في حضرتك وزير سياسه عندك خبره، في وزير اول مره يقعد على كرسي الوزاره، عنده بيت، عنده اسره، الله انا حرامي انا فاسد، لا انا مش قاعد فيها انا همشي. عايز حضرتك توصف لنا كواليس الجلسه، كان مين اللي زعل؟ مين الوزير اللي كان مخضوض؟ لا، في وزيرين بكوا بكى بدموع حاره. دموع الوزراء نزلت؟ ايوه، في وزيرين دموعهم وصل. في اجتماع مجلس الوزراء؟ ايوه، لما واحد بيتهم صباحا مساء بانه حرامي، في حين انه يعني وهب حياته للخدمه العامه. انت ما تقدرش تصور ما هو الاعباء التي. طب مين الوزيرين اللي بكوا؟ لا مش داعي بقى. لا نفكر مع بعض؟ لا مش نفكرش مع بعض، ولا نفكر ولا نفكر. مش هقول وزراء أول مرة. أول مرة يتولى حقيبة. مش قلت لك إنه مش شخصا المسائل؟ مش هذكر أسماء. طب لما باكل الوزيرين اللي حضرتك بتقول عليهم، تعاملت معهم إزاي؟ لا مش أنا، رئيس الوزراء. قال لهم إيه رئيس الوزراء؟ لا طبعا الجلسة كانت صاخبة، كانت بتاع، واحد قال نروح للنائب العام ونشتكي، تاني يقول نرفع قضية، تالت يقول يعني كان في شيء من الغضب. واستقالت الحكومه بقى؟ استقالت الحكومه. رد فعل حضرتك ايه بقى بالنسبه لايه؟ لاستقاله الحكومه خير. خير. انا بالنسبه لي الحقيقه، انا يعني انا كنت تعبان جدا، وكنت حقيقي يعني بقول انه اكتر حاجه كانت بتتعبك وانت وزير يعني بصدق اكتر حاجه كانت بتتعبني هو لما اسمع شكوى شخص مظلوم ومش قادر احل هذه المشكله، مش قادر احل مشكلته. اللي على البر عوام، هل اقتنعت بهذه المقوله بعد انك يعني انتقلت حضرتك من المعارضه الحزبيه لممارسه السلطه واصبحت وزير مع خمس حكومات؟ الفرق كبير جدا الحقيقه، الفرق كبير جدا ما بين العمل التنفيذي من ناحية والعمل الحزبي في خنق المعارضة من ناحية أخرى. الحقيقة النقد سهل جدا، النقد سهل. نعم. وتوجيه الاتهامات أسهل، والعمل صعب جدا، والبناء صعب جدا، وإيجاد التوافق صعب جدا. طيب، وعلى فكرة حط تحت كلمة التوافق صعب جدا، لأنه أي قرار هتتخذه وأنت تنفيذي في ناس بتستفيد منه وبالتالي تؤيده، وفي ناس بتنضر منه وبالتالي تعارضه، والمشكلة كيف تستطيع أن تجد التوافق بين الطرفين. الحق فوق القوة. أيوة. شعار بيتحقق بنسبة كم في المية على أرض الواقع؟ لا بنسبة 5%، مش حقيقي. القوة ما زالت هي السائلة، ونحن نسعى، ودائما هي دي الدولة التي ننشدها، هي دي، وحبدأ من أو حنتهي من حيث بدأت، هي دي رسالة الوفد، هي دي الدولة المدنية الحديثة التي يسودها القانون، التي يسودها تسودها العدالة، العدالة الاجتماعية والعدالة المطلقة. علشان ننقذ الوفد لازم نضحي برئيسه؟ لا الحقيقة لازم نضحي بحاجات كتيرة جدا، و الذكرى أفضل. منير فخري عبد النور لو ترشح لرئاسة حزب الوفد هياخدها باكتساح. مش واردة، مش في مخططي ولا في قدراتي ولا طموحاتي. جربت الفلوس والسياسة والسلطة، أكتر حاجة ممتعة بالنسبة لك إيه؟ أيهما كانت أكثر متعة؟ الستر. ربنا يدوم علينا الستر جميعا. بشكرك جدا الوزير السابق السيد منير فخري عبد النور. أنا اللي أشكرك، متشكر أستاذ جمال. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا، الحلقة القادمة حوار خاص وضيف جديد.